جمعنا الحويجات من غادي نهبطين يلا غادي خرجنا من الشامبر غادي باش نهبطوا مع لاسانسور. تلقات لنا مراه سيفت فرمليه، انا ما غنعرفش انا واش فرمليه ولا ماشي فرمليه، نضادر تاع فرمليه كلشي اش غندير انا. قالت لك عندي بلاتي الدريه ما غادي نديروا لها واحد كونترول قبل ما تخرج. الجري تاعي والو، جا البوليس، حنا مشينا دابا درنا لها هذيك المره درنا لها الحساب وجهها باش نعرفوا تقريبا صوره تقريبيه تاعها، ورا اللي في يد الله راه غيديروا صافي. اذا لك تشوفني راه تايا غادي ان شاء الله يكون عندها تايا الاولاد يحن الله في قلبها وترد ليا بنتي. ما طلبوا منا والو، انا تنازل عليها بكل شيء، ترد ليا بنتي والله تنازل على كل شيء، الشيء اللي طرا ليا كل شيء نخليه بحال اللي مغفره الله، مغفره مغفره وصافي. بغيت نشوفها بنتي، باقي ما شبعتش فيها تشوفها. لا اله الا الله. سعيدة هيا فرده فرده ما فينا يا ما ما ولا با. تأكدت بنتي شفت باقا هي هي ما تبدلاتش بزاف، والحوايج باقا بحوايجها الاولين وبمانطا واللي كانت ملمطه فيه مقمطه فيه. هذيك هي بنتي انا متاكده. لا ما فاتها حاجه، بصحه جيده الحمد لله، مزيان كلشي مزيان الحمد لله. واش كنت حاس انهم غادي يرجعوا لك في هذا الدار؟ كنت حاس، انا عندي امل كبير في الله وفي المخزن تاعنا. فرحة فرحة عمرني الفرحة، فرحة بحكا فرحة عارمة. وبهذه المناسبة سعيدة اللي ردوا لي بنتي، كنشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه الوقفة اللي وقف معايا، وجميع الناس اللي وقفوا معايا من الأمن من صغيرهم حتى لكبيرهم، والشعب المغربي. صراحة الشعب المغربي وقف معايا واحد الوقفة ما نقولش لك، داخل الوطن خارج الوطن كيعيطوا لي من كل قنت كيقول لي احنا معاكم الحمد لله، بلد سلمي الحمد لله، احنا باقيين معدنا الناس مزيانين.